هذا بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم ماشي لكم ربي سبحانه، هذا اللي يشير عليك انت تبون فهمت، ما نقول لك ني فخماني رئيس ني والو، نقول لك تبون خاطر تبنى بنادم كيما انا كيما انت، وعندي حق نهضر، من حقي في الدستور نهضر ونغلبك بقوه القانون، اذا انت تغلب الناس بالقانون نغلبك انا بقوه القانون. هاك داير فينا الباطل، داير فينا المنكر، ها كبش 15 مليون 30 مليون واش قلت له ربنا خير وتهنا، وقلت له ندوا ربنا حطوا ربنا في كونتينر ارموا ربنا في وسط البحر وتهنا وانتوما وراكم رايحين بربها، ها ثم عصابه خلاص لا مافيا، انا ما نخافكش انت، خاف ربي اللي الفوق، انت عندنا كيما انا كيما انت بنادم، انا خاف ربي سبحانه، انت ما نخافكش والعصابه تاعك الكلاب هذوك اللي راه ماك انا ما نخافهمش، ثم العصابه الكبيره ما كانش بوتفليقه هذوك، قال الحمد لله يا ربي عايشين مع 15 قهوه 3 ملايين نروحو نشرو كبش 20 مليون نشرو ماروتي، ها رجعت ربنا ناكلو من الزبل، ها هذه بلادنا تاني احنا نسالو في ربها ماشي غير بلادك انت، احنا بلادنا هذه نسالو فيها، الا حبيت تخرج طيرنا راسنا روح طيرنا راسنا، نهضر انا يجي واحد اخر ويا رايحه، المهم انتوما باش تدو البلاد ما تدوهاش، البلاد كاع نسالو فيها، وكاع عندنا حقنا في البترول وعندنا حقنا في كل حاجه، ها ولا الواحد يخرج ياكل في الزبل، انتوما عباد انتوما، ها انا نقول لك ربي يديكم ان شاء الله كاع كيما راكم، وما تروحوش بعيد، وان شاء الله يا ربي يسرح خيرك اكثر من اللي كان، باش انتوما اصحاب الفساد كاع تروحوا، اكبر مفسد فوق الارض انت هو، واللي راهم معك. لا غير بقوة القانون من حقي نهضر انايا، عندي الديمقراطية اللي كو دايرينها في الدستور نهضر. ما تسكتني ني انت ني حتى واحد. تسكتني وكان نقول اني في اني نقول في حاجة ما كانش منها. ولا انت راك تقول هكذا وين راهي الرقابة تاعك؟ هيا روح انت راك تقول بلي الجزائر جديدة ونتبعوك يا سيدي، الرقابة تاعك وين راهي؟ عندك رقابة تدور في السوق، عندك رقابة تدور في في, في 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 كل بلاصة. كبش ب 50 مليون 30 مليون، ها كلش غالي، قهوة 6000 واش؟ وعندك تقول بلي وين راهي الرقابة تاعك؟ ولا انت دايرها بالعاني؟ من حطيتها للشباب 20 سنة تعطي له هاك روح شري بطاطا سيروك وريح ترونكيل في الدار، 45 سنة 50 سنة مرمي. هذه هي الجزائر الجديدة.